انت شو عم تعملي هون؟ هادي لشو جيتي؟ هادي روق هادي صرت افسر لك 1000 مره لهون ما بتجي عم توجعني هادي عملك فلي فلي وين بدك هنا فلو في بيبي ببطني فلي اخر همي وين بتفلي انت وياه روحي اطلعي من بيتي ندى ولهون ما بترجعي I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop. بكي شي رانيا؟ لا ليش؟ لا ماشي بس انه حاسك منك على بعضك الليلة لا ما في شي دخلك؟ شو صار بالشعر والملحن اللي عم يعملولنا غنية؟ بكرة او بعد بكرة مش مهم بس اول مرة بشوفك هالقد محمسة مبسوطة تشيرز كيسك اهلا هادي اهلا يا ابني انت ليش خطك مسكر ولو يا ابني جاي الساعه 1 بعد نص ليل رعبتنا يلا خير تيبك ومشي معي على البيت حبيبتي يلا والله عم تطلب مني فوت غير تيبي وروح معك وانت جايني هيك سكران لا انا شربين مش سكران ايه واضح شربين مش سكران انا كيف بدي امن على بنتي تروح معك وانت بهالحاله منى حش تقول لي منى ما بعد تقول لي منى كانك مش سامع وشايف شو عم بيصير قدامك طيب معي على البيت بليز وقع بابا بليز خد ماما على الاوضه منى طعمه يلا يعني كيف بدك تترك على وحدها هناك ليك هادي أنا مش رح أرجع معك على البيت إلا ما تخبرني اللي بدي أعرفه مين هي ندى؟ ليش تركتني لحالي وين قضيت ليلتك؟ نسيها لندى نسيها خلص ما رح ترجع تشوفيها بقى ما تعندي ريما ما تعندي أنا مش عم بعند أنا عم دافع عن كرامتي لأنك كذبت علي هادي أنا كذبت أنا ما كذبت عليكي كذبت علي خفيت عني ما بتفرق معي هدي أنا مرتك أنا مرتك تتوقع مني إنه ضلني ساكتة وأقبل باللي عم بيصير ما عم بفهم بعدين على أي أساس جاي لهون لحتى تقلي إنه ما بقى رح شوف هيدا اللي اسمه ندى على أساس إنه لازم توثقي فيي لا لا أنا ما فيني هيك أوثق فيك بلا ما أعرف اللي بدي أعرفه أنا رح أبقى هون لحديت ما تقرر تحكي مش ملاحظة إنك عم تشرعيني على شيء كتير سخيف سخيف؟ سخيف ندى منا الشخص اللي انت مفكرة فيه وسقفية هادي كون صريح معي وجاوبني على سؤالي هل قد صعب عليك هالشي؟ يمكن جنار وخبرك كل شي بس ما بدي وجع لك راسك شي من الماضي وخليه يكون بالحاضر فاهم شوفي انا بدي
تبلش حياة جديدة وانت حياة الجديدة. هي انت ما تخلي حدا يوقف ضرب علاقتنا وحبنا. لما بيكون في غموض عم بيأثر على حاضرنا أو جديدك كما أنت سميته، معناتها أنه قديمك ما صار من الماضي وبعده عم بيأثر بجديدك. هادي وصائفي إيه، رح أحكي لك كل شيء بس تكون قادر أحكي. هلا مش قادر أحكي، أعطيني فرصة أحكي لك كل شيء. هلا صعب توثقي فيي؟ لا، هالقد صعب علي إنه أنت ما توثق فيي. أنا بوثق فيك بس أعطيني فرصة أقدر أحكي لك كل شيء. مش حابة لك ريما، أنا كتير بحبك، ما بدي شيء يوقف في طريق حبنا. أوكي؟ أنا كمان بحبك هادي، بس ما بحب يكون في أسرار بيناتنا. وقت تشرب هلقد وتسوق بالليل، بليز. اوكي. شو عم تقلي؟ مع اني نعساني كتير بس قصة حلوة كتير مش قادرة اتركها. وعن شو بتحكي هالقصة؟ قصة طويلة فايتة ببعضها، بدي ساعة لخبرها. بك شي؟ لا لا ابدا ابدا. طيب انت كفي قلي وانا بدي فوت نام. أنا معصب. معصبتني ندى. ندى كتير معصبتني. ندى وينها؟ وين شفتها؟ انتو وين كانت؟ أنت رجعت؟ أنا ما قلت رجعت. قلت معصبتني. ليك ولا ما تتزاك علي. أنت مش ملاحظ إنه أنا بطلت هداك الولد الصغير يلي بخاف من جده هيك وعرضه ومرباه يا لطيف؟ مش ملاحظ اني انا كبرت؟ انت متاكد؟ ايه؟ متاكد. ولكن طوق حتى لو شفتها او ما شفتها، اجت او ما اجت، ما راح تعرف. انت ما راح تعرف. هي عارف لا مغير بطريقه حكيك معي. كان اتفقنا انه تنسيها لندى وقبل اني تضل عندك. فيني اعرف ليش انت غيرت بالاتفاق؟ الاتفاق كان انه ما ينجيب سيرتها بالبيت، واليوم انت عم تجيب سيرتها، يعني انت اخليت من الاتفاق. ايه مشان هيك رح ياخذ امي. ايه خدها. يلا امي. شفت؟ هي ما بدها. انت اكيد مهددة لأمي.